السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب. معكم خالد من جيمر سناك. كل يوم عندنا مراجع لأحد أهم الألعاب في السنة أو يمكن في الجيل بالكامل، وهي لعبة Uncharted 4 A Thief's End أو نهاية لص. طبعا هذا الاسم مناسب جدا بأنها تكون آخر إصدار للعبة Uncharted للأسف. وحبيت أعتذر من الإخوان اللي كانوا يطالبون في المراجع، شوي تأخرت هذا الأسبوع، المفروض ما تكون تنزل من كم يوم، لكن بعض الانشغالات في القناة والمقطع نفسه وأيضا اللعبة شوي تأخذ وقت فتأخرنا فيها، لكن بيكون معانا giveaway في هذا المقطع. يعني بيكون نسختين تقريبا، الثالثة احتمال تكون موجودة أو لا، ماني متأكد للحين، بس نسختين أكيد موجودين في هذا المقطع. اللي حاب يشترك اشترك في القناة ولايك للمقطع واكتب تعليق مناسب عشان نعرف ناخذ الفايزين من التعليق في هذا المقطع، وإن شاء الله بيكون معنا فايزين. طبعا دائما أحب أذكركم أن نعلن عن الفايزين في السناب شات أو تويتر أو الانستغرام. على العموم خلونا نبدأ في هذه المراجعة. طبعا انشارتد لعبة غنية عن التعريف لأنها اشتهرت وكونها أقوى حصريات البلاي ستيشن، وهي من تطوير الفريق المبدع نوتي دوغ، وأيضا نظامها يناسب الكل أو كل أذواق اللاعبين، ممكن تعجبهم اللعبة، فهذا أيضا ساعد على أنها تكون مشهورة. اللعبة مغامرات أكشن وتعتمد على الرماية والتسلق والقتال المنوع، بالإضافة للتصوير السينمائي الرائع أثناء الجيم بلاي. طبعا التصوير السينمائي الجبار اللي هو الكاتسين والمشاهد في القصة، وأيضا عنصر الغموض والاستكشاف. مثل ما ذكرت عنوان الجزء هذا نهاية لص، وبيكون الأخير حسب ما ذكر الاستديو. طبعا نوتي دوغ هني لازم يحطون كل قوتهم في هذه اللعبة، والشيء الجميل ان هذا اللي حصل. اول شيء بتكلم عن القصة بدون حرق ان شاء الله، كالعادة الاحداث فيها بحث عن كنز جديد، لكن هالمرة الطريقة مختلفة شوي لان نيثن دريك كان ماخذ بريك ومن الاستكشاف وعايش مع زوجته باستقرار وهدوء لمدة تقريبا 3 سنوات من بعد احداث الجزء الثالث، وما كان حاط في باله اي مغامرة، مجرد انه مرتاح في حياته الطبيعية. لكن هني فجأة ظهر اخوه اللي اسمه سام، وكان مختفي من سنوات كثيرة تقريبا 15 سنة، وتفاجأ نيثن بوجوده. طبعا هني سام كان محتاج مساعدة اخوه نيثن علشان يعني مغامرة جديدة واستكشاف جديد عن بعض الكنوز، وعارف ان نيثن عنده خبرة في هذه الامور. اللعبة بتعطيك من 4 إلى 5 ساعات من الذكريات والحوارات والمقاطع السينمائية الطويلة في البداية، ومراحل حياة نيثن مع اخوه وشلون كانوا يعني صغار واكثر من مرحلة يلعبون في هذه اللعبة. طبعا المغامرة والبحث والاستكشاف يبدأ بعد هذا الشيء، وتكون لعبة انشارتد على اصولها تقريبا تبدأ من 4 إلى 5 ساعات، بعدين تبدأ اللي هي الانشارتد اللي نعرفها. القصة بتعرفها من خلال المغامرة، ما بيحرق عليكم ولا اتكلم فيها اكثر. احب انوه انهم مهتمين جدا في القصة في هذا الجزء أكثر من الأجزاء السابقة، فيها عنصر للدراما وأشياء جميلة حلوة في الحوارات والفويس أكتينج، شيء ممتاز صراحة. القصة تحرك مشاعرك للأمانة، وأفضل من السابق بكثير اللي كان الناس يقولون لعبة انشارتد مجرد يعني أكشن ومتعة في الجيم بلاي، لكن هني في هذا الإصدار كانت متكاملة سواء من القصة أو الجيم بلاي. ثاني شيء بتكلم عنه هو الجرافيكس او الرسوم الخيالي في اللعبة، اللي وصل لمستوى رهيب جدا ويرفع لها القبعة. اعتقد ان اللعبة تم استغلال تطويرها وطلعت قوة البلاي ستيشن 4، لان في تفاصيل الوجه كانت ممتازة، وتم استخدام الموشن كابتشر في تصوير الشخصيات او حركة الممثلين الحقيقية اللي ساعدت على الابداع، وحتى كان في تفاصيل مثل العضلات او العروق اللي تحت الجلد كانت تبين في اللعبة، واعتقد اللي لعب اللعبة شاف هذا الشيء وانبهر منه، وهذا الشيء فعلا محسوب للعبة انشارتد واستديو نوتي دوغ المبدع. مو بس المقاطع السينمائية، حتى الجرافيكس في الجيم بلاي والفيزيكس والمؤثرات والتدمير والألوان والتفاصيل أجسام وعالم اللعبة كان فعلا بالكامل شيء جبار. كنت ألعب وصور سكرين شوت في كل خطوة أخطوها في اللعبة، بصراحة الجرافيكس أعتقد أنه من أفضل أو أفضل شيء شفناه في هذا الجيل. بخصوص الجيم بلاي، مثل ما تعودنا في سلسلة ألعاب انشارتد نظامها شوت اند رن، الجري والرماية، لكن هني بتحسينات أفضل وأكثر. نظام اللعبة معتمد على الرماية والمراوغة والكفر سيستم، وفيها بعض المراحل اللي كان فيها مراحل تسلل، هذا الشيء عجبني وإضافة جميلة في اللعبة، بالإضافة للقتال باليد أو الكلوز كومبات والتسلق وغيره من الأمور اللي في ألعاب المغامرات مثل توم رايدر وانديانا جونز، الأشياء الإحساس الكلاسيكي هذا بالقفزات أو التسلق. طبعا في امور ثانيه جانبيه مثل قياده السياره والدراجه والسباحه وحل الالغاز، والجيم بلاي كان فعلا مليان اكشن واثاره وابداع، وفي كل لحظه تقول هذا افضل مكان في اللعبه، كل ما تتقدم تشوف مكان افضل. لما تتكلم عن لعبه ثانيه ممكن تقول اللعبه الفلانيه فيها المكان هذاك افضل مكان، لكن في انشارتد تخيل ان اللعبه في كل اللحظات اللي فيها بتقول ان هذا افضل مكان، بعدين تقول هذا افضل هذا افضل، فكان فعلا فعلا شيء ومغامره جدا جميله في هذا الجزء.
طبعا اللعبة فيها عنصر الاستكشاف واشياء تجمعها وغيرها من الامور اللي بتعطيك ساعات اكثر من اللعب. اللعبة تقريبا اذا بتختمها بتاخذ منك تقريبا من 14 الى 15 ساعة، وهذا شيء مناسب للعبة انشارتد. لما تخلصها تحس انك فعلا اخذت تجربة كاملة واكتفيت منها، لكن اذا حبيت تكمل اكثر في اللعبة فهي توفر نظام المالتي بلاير، وكان شيء جميل وشغال بشكل رائع وسهل جدا، حتى اطفال ممكن بعشر سنين تعطيه اللعبة ويستمتعون فيها. فيها مراحل منوعة واكشن، وفيها ابيليتيز واسلحة واستخدام القدرات الخاصة في اللعبة لإضافة يعني متعة أكثر في الجيم بلاي، طبعا تصميم الشخصية وأمور ثانية. طبعا تكلمت في بخصوص المالتي بلاير في مقطع سابق، تلقون الرابط تحت لو حابين تعرفون أكثر عن المالتي بلاير. لو في احد بيسالني شنو الاشياء اللي ما عجبتك في اللعبه او سلبيه، للامانه ما شفت فيها شيء يذكر ولا شفت فيها عيوب، لكن في بعض الاحيان تعرف اللي الكاميرا تكون مزعجه او ان يصير خطا معين في التسلق او الرمايه. هذه الاشياء الملاحظات اللي كانت في البدايه شيء بسيط كنت اعتقد من الجيم بلاي من الشخص نفسه، لكن بعدين اكتشفت انها تتكرر عليك، وفي بعض الامور او مرات ان الكاميرا تكون مزعجه. لكن بشكل عام هذه الاشياء ما اعتبرها عيوب لانها شيء بسيط ما يذكر في اللعبه، وبشكل عام اشوف ان اللعبه جدا مثاليه وتخلو من العيوب تقريبا. طبعا اللعبة فيها دبلجة عربية، ممكن تحط اللغة العربية وتستمتع فيها، لكن للأمانة ما كانت بمستوى اللغة الإنجليزية. ممكن حتى لو انت يعني ما تعرف إنجليزي راح تظل تحط على الإنجليزي وتستمتع في الفويس أكتنج اللي كان فعلا جبار. أتمنى التعريب يكون أفضل في المرات الجاية، وهذا شيء جميل صراحة أن اللعبة تعربت، ويعطيهم العافية اللي عربوها، وأتمنى في المستقبل يكون أداء أفضل. بشكل عام لعبة انشارتد واحدة من افضل العاب الجيل، وضروري كل شخص عنده بلاي ستيشن 4 يقتنيها وما تفوته هذه التجربة الجميلة واللي فعلا فريدة من نوعها واللي تستمتع فيها، خصوصا انه كان فيها كامبين طويل وحلو، قصة مليانة وجرافيك شيء جبار، والجيم بلاي بالاضافة الى المالتي بلاير اللي راح يعطيك ساعات من المتعة مع اللعبة. تقييم النهائي للعبة 10 من 10. كان هذا كل اللي عندي بخصوص مراجعة لعبة Uncharted 4 نهاية اللص. أتمنى عجبكم المقطع، لا تنسونا في الدعم. وبخصوص الgiveaway كل اللي عليك إنك تشترك في القناة وتضغط لايك لهذا المقطع وتكتب كومنت للدعم، عشان ممكن يسهل علينا اختيار الفائزين، وبنختار الفائزين وإن شاء الله تكون نتيجة في السناب أو في تويتر في الأيام الجاية خلال الأسبوع. يعطيكم العافية، كان معكم خالد من Gamer Snack ومع السلامة. Just keep it slow, keep it in the center. Yeah, there's a lot of backseat driving going on right now. It's gonna be fine. What are you?